برنامج برعاية روضة تسنيم الهضاب. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أيها الشعب الجزائري متقشف المتشنشف، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. توما درتو فينا الثقة وحنا ما نقدروش ندرقو عليكم الحقيقة. مرميطة بدات تنشف والحلا راهي تشف، قالك لازم نطبقو سياسة التقشف. نربط الاتصال بالسيد يحيى في بارك مول. مباشرة من بارك مول راح نسأل الناس عن سياسة التقشف. وش رايك في سياسة التقشف؟ أنا ما نقدرش نقص الصالح، تقشف هذا أبارامو ماشي أفير. شهريت ما تفينش باش ندير كوافير مانيكور شوبينيس إنسان بيان سور. أنا هما يقول ميخصو ما يهمنيش. وش رايك في سياسة التقشف؟ السلام عليكم، راكم تصوروا واش الناس بمقش. بسم الله الرحمن الرحيم، قال لك سياسة التقشف تمس الفقراء، انا تحت مستوى الفقر. زيدوا اخويا على روحهم، المهم زيدوناش في الشمة. كان معكم ملاذر يحيى من روضة تسنيم الهضاب. نوليو لكم مشاهدينا، يأتي الآن خبر عاجل. قوة الأمن تحاصر المواطن، أثر بحوزته على علبة نتيلا. تقول مصادرنا أنها اشتراها من السوق السوداء. وقد عثر على الجاني في إحدى زوايا البارك بصدد أكل العلبة بالجرم المشهود مع حجز سلاح الجريمة وغرفة من النوع البلاستيكي. نروح الآن لأحوال الجوية مع العيزوبراتيل. أهلا وسهلا بكم في الأحوال الجوية. لا راكم تستناو نقولكم سخانة راح تحبط، غير نساو تقشف راجز قاع الخريطة. الفقر يخبط فينا بالمسيطة، راح يجينا سيروكو من نوع الشاورما على الهواء من نفعينا درجة الحرارة. كما قال الاخر الشمس غايبة وسوالحة حافرين. كما راكم تشوفوا جزائر راح تكون كما بيتزا كات فخوماج على كل خارجين من الفور. طيب لما نحكيو المعذبون فوق الارض، عاجلي كما قال لك نموت ولا عاجلي في اوت في سكتور الغرب. سخانة راي تقرقع وخي في مناطق الشرقية الواح العنبة، ومتنساش المايو في سكتور الجنوب جميل دوموندا كريبوني مسخانه.